نظم قسم الإعلام والاتصال بالمدرسة المركزية العليا للأداب والفنون وعلوم الاتصال التابعة للجامعة المركزية اليوم ندوة حول الإعلام السمعي البصري بتونس، تناولت واقع المشهد الإعلامي العمومي والخاص والتعرف على بعض تجارب المحطات الإذاعية والتلفزية. الإعلام السمعي البصري الواقع والآفاق، كان هذا عنوان الندوة التي نظمها قسم الإعلام والاتصال بالجامعة الخاصة المركزية. الحضور هذا يجي في إطار التعامل والتلاقح ما بين الجامعة والمحيط متاعها، المحيط المهني متاعها. العمل هذا باش يكون بطبيعة الحال يوم دراسي حول الإشكاليات المطروحة على الإعلام التونسي بصفة عامة والإعلام السمعي البصري بصفة خاصة، من منظور المهنيين ومن منظور رجال التعليم ورجال الإعلام في نفس الوقت. يوم مهم في الحقيقة، ولعل طرافة المسألة أنه يجي من القطاع الخاص، أنه جامعة خاصة تهتم بالشأن العام، هذه بادرة تحية في الحقيقة. أيضا استمعت لشهادات وانت كنت من المتحدثين وعجبت بها، لأنه الناس هذوما ما كناش نسمعوا كواليس عملهم. هذا التداول في الشأن الإعلامي أكيد يكون منتج في يوم ما، خصوصا في هذه الفترة الانتقالية المهمة. ندوة تم خلالها تشخيص واقع المشهد الإعلامي في تونس والتعرف إلى بعض تجارب وسائل الإعلام السمعية البصرية، الضغوطات المالية لأصحاب المؤسسات الإعلامية ومساهمة وكالات الإنتاج في إثراء المشهد السمعي البصري، إلى جانب إشكالية تدخل البنوك في تمويل الإنتاج السمعي البصري، كانت أيضا من بين المسائل التي طرحت على طاولة النقاش. الإعلام راهو صناعة، راهو استثمار، اللي بعد الثورة القنوات هذه والوسائل الإعلام هي مؤسسات، هي مؤسسات استثمارية طبعا تخضع الأخلاقيات، أخلاقيات أنا أقول ما هيش أخلاقيات مال، أخلاقيات الصناعة. ليس من حق أي كان أنه يسكت برنامج تلفز أو يسكت صوت إعلام، وإذا كانوا قاع هذا راهو عار على الإعلاميين وعلى الصحفيين وعلى المؤسسات هذه اللي معناتها تدعي أنها تعاقب. حبينا يعني نكشف على تجربتنا احنا كإعلاميين من الصغار، تو كبرنا شوية، واحد لازم يعدي الشعلة. الندوة شهدت مشاركة العديد من الخبراء والاتصاليين من تونس ومن الخارج لتقديم تصوراتهم وتجاربهم المهنية في هذا القطاع الذي رغم هامش الحرية الذي أصبح يتمتع به بعد الثورة، إلا أن عديد المشاكل والمعوقات لا زالت تحول دون تحقيق مشهد إعلامي يرقى لتطلعات المشاهد والمستمع التونسي.